السلام عليكم، معكم اخوكم سامي فرج من قناه سامي اف. واحد من المتابعين سالني هل يوجد في الاي 5000 زرار انه لما هو يعزف لايف ان الصوت يقدر في زرار يخفض الصوت ويرفع الصوت؟ انا اقول لك ما في، لان الطريقه هاي صعبه عليك. كيف يعني؟ لو رحت الحين هني على المكسر تطلع لك الصفحه هاي، شوف رايت 1 رايت 2، ما بتقدر انك انت تعزف تروح تدور باللفاف انك انت تقعد ترفع صوت وتخفض الصوت، بتكون صعب عليك لانك انت تلعب سولو. انا بعطيك طريقه اسهل. كيف الاسهل؟ انت الحين جيتني عند الريجستريشن ميموري، صوت السترينج تخليه على 128 كمثال، هذه 127 وتسيفه، وتروح عند صوت الناي زين تخزنه في رقم 2، وتيجي عند الفوليوم ماله وتخفضه على الصوت الفوليوم اللي تبغاه مثلا 40. فلاحظ معايا هني 127 صوت الناي على 40 يكون منخفض، يعني بهاي الطريقه انت تقدر تسيف الليفل اللي انت تبغاه. ما في عندك الا غير هاي الطريقه. اما الطريقه الثانيه هذيك صعبه، انا اشوفها انك انت تقعد تلف باللفافه، يعني تقعد تلف باللفاف اما بالنسبه هاي الحركه اللي انت تقول انا كانت موجوده في الاي 3000 وفي الاي 2000، لان كانت الزراير عاديه مش تاتش سكرين، كنت تروم تضغط على هذا يخفض لك الصوت مره واحده، وتضغط على الدقمتين مره واحده على زرارين يرفع لك فوق. بكذي انا اعطيتك الحل، واعطيتك الصعوبه في الحل اللي انت تباه، واعطيتك السهوله في الحل اللي انا قدمت لك اياه، وشكرا.